أجرى وزير التنمية المحلية هشام أمنة ومحافظ دمياط منال عوض زيارة لقرية كفر سعد البلد بمركز كفر سعد للوقوف على آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مرحلتها الأولى. وأكد وزير التنمية المحلية أن نسبة الإنجاز في مشروعات مبادرة حياة كريمة والتي تنفذ في مركز كفر سعد بمحافظة دمياط وصلت إلى حوالي 72% في العديد من القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين في القرى المستهدفة. من جانبها قالت محافظ دمياط أنه تم إدراج 28 قرية بإجمالي 219 تابع بمركز كفر سعد وذلك بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ مشروعات بكافة النواحي والتي ستخدم 243 ألف نسمة بقرى المركز.